بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم امتدادا لحديثنا السابق في مواضيع العقيدة الإسلامية، ونخص في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله تحدث عن الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان به أحد أركان الإيمان، كما يدل على ذلك القرآن في كثير من الآيات، حيث يذكر الإيمان به تارة مع الإيمان بالأركان الستة التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتارة يذكر الإيمان به مع الإيمان بالله، كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. قد سمى الله هذا اليوم بعدة أسماء تنويها بشأنه وتنبيها للعباد ليخافوا منه، فسماه اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا وليس بعده يوم غيره، وسماه يوم القيامة لقيام الناس فيه لربهم، وسماه الواقعة والحاقة والقارعة والراجفة والصاخة والآزفة والفزع الأكبر ويوم الحساب ويوم الدين والوعد الحق، وكلها أسماء تدل على عظم شأنه وشدة هوله وما يلقاه الناس فيه من الشدائد والأهوال، فهو يوم تشخص فيه الأبصار وتطير القلوب عن أماكنها حتى تبلغ الحناجر، ويفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. والإيمان بهذا اليوم يحمل الإنسان على العمل والاستعداد له، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. كما أن الإيمان بهذا اليوم يحمل على الثبات عند لقاء الأعداء والصبر على الشدائد، كما قال تعالى في قصة طالوت وجنوده: حينما لقوا عدوهم الذي يفوقهم في الكثرة بعدما جاوزوا نهر الامتحان ولم ينج منهم إلا أهل الإيمان، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كما أن عدم الإيمان بهذا اليوم يحمل الإنسان على الكفر والمعاصي وعلى الظلم والعدوان والبغي والفساد. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال تعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا
وكذبوا بآياتنا كذابا. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قد أمر الله باتقاء ذلك اليوم بالاستعداد له بالأعمال الصالحة التي تنجي من أهواله. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والإيمان باليوم الآخر متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى، وإنما أنكره المشركون والدهريون والملاحدة الذين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وما نحن بمنشرين، أإذا كنا عظاما ذلك رجع بعيد، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة، وغير ذلك من مقالاتهم الضالة. قد أخبر سبحانه أن جميع الرسل أنذرت أممها باليوم الآخر، كما قال تعالى عن الكفار: إذا دخلوا النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فأخبر سبحانه أن الرسل أنذرتهم وأنهم كذبوا بالرسالة. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا: بلى شهدنا على أنفسنا. فأخبر عن جميع الجن والإنس أن الرسل بلغتهم رسالة الله وهي آياته وأنذرتهم اليوم الآخر. ولم يكن لهؤلاء المنكرين للبعث حجة إلا استبعاد إعادة الأجساد بعد فنائها وتفتتها ومصير عظامها رميما ورفاتا. قاسوا قدرة الخالق التي لا يعجزها شيء على قدرتهم المحدودة، فرد الله عليهم واحتج عليهم بأمور يشاهدونها تدل على البعث والنشور. الأمر الأول ابتداء خلقهم وإيجادهم من العدم، فالذي قدر على خلقهم أول مرة وعلى إيجادهم من العدم قادر على إعادتهم من باب أولى، كما في قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، الآيات. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الأمر الثاني إحياء الأرض بالنبات بعد موتها، وهو شيء يشاهدونه. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الأمر الثالث خلق السماوات والأرض، وذلك أعظم من خلق الناس، فالذي قادر على خلق الشيء العظيم قادر على خلق ما هو دونه من باب أولى. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن
بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. الأمر الرابع تنزيه نفسه عن العبث، فإنه لو لم يكن هناك بعث ولا حساب ولا مجازاة على الأعمال لكان خلق الناس عبثا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فتأبى حكمته أن يخلق الناس عبثا، ويأبى عدله أن يترك المحسن بلا ثواب والمسيء بلا عقاب. والله المستعان. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.